ما تريده من ابنك أو ابنتك لا يلقن إلا في السنوات السبع الأولى بس، وبعد إذن العوض بسندك. نحن بالسنوات نسيانين الولد، كبر فجأة ما تحملنا، ما ربيته أنت من واحد لسبعة، بتلقى العادات والتقاليد والمهارات والأخلاق، نحن ما لنا منتبهين. تروح لأوروبا بتلاقي أكبر الدكاترة بالابتدائي والوسط بالثانوي، نحن عندنا الدكتور بالجامعة فقط، أما الابتدائي معه كفاءة فقط أقل شهادة، عم يفوت على الابن، أيام بيدخن قدامه علمه الدخن، أيام بيسب الدين أحياناً. بدي أب يكون المعلم بنفسية أب، عفواً إذا واحد يعني ماشي بالطريق قام شاف ثلاث شباب عم يدخنوا، أحدهم ابنه بيقيم قيامته لابنه، الثاني ابن أخوه عمو ليش عم يساوي؟ هون أخف، الثالث قده أنت امشي روح، هذا ابنك استمرارك ابنك. قال لكم كلمة قلتها بأمريكا كوقتها كلينتون، مو المرأة الرجال. لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أقسم لكم بالله إذا ما كان ابنك أو بنتك أو ابنك أو بنتك كما تتمنى أنت أشقى الناس، ابنك امتدادك. لأنه هلأ في حالة بقابلة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أقسم لكم بالله ما بيتذوق قرة العين إلا من ذاقها، ابن صالح مستقيمين صادق ما في عنده خبر سيء، الكل بيمدح منه، ثلاث أرباع سعادتك بأولادك. ومشكلتنا لك مالي فاضي، لك لا إيش فاضي؟ إذا مالك فاضي لأولادك بإيش فاضي؟ أنا أقول دائما هالكلمة، الآخر أنت له وغيرك له، أما ابنك من له غيرك؟ بدنا نعمل نعيد حساباتنا، بده يكون بيتنا إسلامي. إذا ما بيكون بيتك جنة مالك مؤمن، جنة. فشو بيصير مع بعض الناس؟ البيت